نواصلوا هذا الجزء الاخير فقط نتاع هذا ليكزرسيس. Alors, gonna un bon matin, elle partit chercher de l'eau de la fontaine du village voisin. Soudain, elle rencontra un étrange vieux à barbe blanche. Alors, شكون قلنا اللي تروح لا فونتين وشكون اللي تجيب الماء؟ ها؟ Alors, قلنا هنا وين كاينه؟ Il y a bien longtemps dans une vieille maison vivait un chasseur et sa femme. Chaque matin, la vieille femme partait à la fontaine. Ha. عندنا هنا la fontaine. Ha, شتوها. اوكي لو فيلاج اها هذا اللي ما يعرفش طور ديروا هك الطريقه هذه ديروا شويه حيله. الوغ هذه قلت لكم صاي باينه مادام التخوا راح لل ا والان راح للبي سا فو دير لو دو راح يروح للسي. Alors un bon matin, في يوم ما, elle partit chercher de l'eau. راح تجيب الماء من المنبع كيما قلت لكم من العين du village voisin من القرية المجاورة. Soudain, فجأة, elle rencontra un étrange vieux à barbe blanche. Alors واش لقات؟ لقات راجل شيخ كبير عنده لحية بيضاء. الوغ حنا خلصنا واش قالوا لنا دركا؟ قالوا لنا سولي لي زيكسبرسيون كي انديك لا سويت دو ليستوار، يعني حنسطروا الكلمات اللي تبين لنا باللي بدات لا سويت دو ليستوار، يعني الجزء الثاني عندنا لوغ هنايا ان سوار، هنا عندنا ان سوار، هاهي كي، ان سوار، هاهي سطرت تحتها ان سوار، هنا ان جور، هنا ان بون ماتان. اوكي هذوما هنا اللي بدات لنا لا سويت دو ليستوار. هذه هي لي زيكسبرسيون لي بينت لنا بلي هذه سي اون سويت دو ليستوار. ان سوار ان جور ان بون ماتان ايتترا. الوغ لا ترويزيام بارتي لو لا كيستيون باردون ليكزارسيس نيميرو 5 4 en te servant d'une expression qui indique la suite de l'histoire, écris un petit texte pour raconter des événements d'une histoire. Alors, on a dit en te servant باستعمال العبارات qui indique اللي تبين la suite de l'histoire, يعني سير الاحداث نتاع القصه le conte. Écris un petit texte, اكتب قصه قصيره pour raconter باش تحكي les événements, يعني الاحداث نتاع القصه. عطاونا ان بون ماتان ان سوار ان ماتان سودا وغيرها، يعني نقدروا حنا نجيبو من عندنا اخرين. واش قالوا لنا؟ قالوا لنا نوبلي با قالوا لك نوبلي با ديتوديزي لو باسي سامبل. وزيد واش عطاونا دروك؟ عطاونا ان طابلو واش فيه؟ في لي بيرسوناج، عطاونا لو سورسيي يعني الساحر، لولو الذئب لا ميشون سورسيير الساحره الشريره، عطاونا لو ليون الاسد، لو برنس الامير، لا سورسيير الساحره. عندنا لي زاكسيون الافعال ولا اللي قاموا بها اللي حتقوم بها هذه الشخصيات. عندنا اريفي يعني وصل، هم كل مش مصرفينه وبس راح نصرفوهم في لو باسي سامبل. فوار راى، اونلوفي خطفف، اخذ او كيما نقول حنا خطف ولا هز، بروندغ هز، طومبي سقط، ديسيدي قرر. الوغ عندنا هذا الكلمات لي بيرسوناج وهذه زاكسيون راح نكونوا من خلالهم اون سويت ديستوار. كيما نقدروا ما نستعملوهمش، كيما نقدروا باغ اكزومبل انا بغيت نهز برك لي بيرسوناج وما نهزش لي فيرب، ولا بغيت نهز لي فيرب وما نهزش لي بيرسوناج، ولا بغيت نهز لي بيرسوناج هذو ونفس لي فيرب هذو وندير بهم اون سويت ديستوار. انا واش راح ندير لكم؟ راح ندير لكم اون دي سويت بسيطه جدا، لا سويت اللي تقدروا نتوما بعد تكونوها وتكتبوها، فهمتوا؟ راح ندير لكم دي سويت اللي بسيطه اللي ما عند، باسكو انا واش حنطلب منكم دي سويت صعيبه وانتم ما عندكمش امباجاج، ما عندكمش كيما نقولوا حنايا العباره الكلمات بالفرنسيه، ما عندكمش فوكابولار قوي من بعد نقول لك انا اكتب استوا اون سويت دي استوار، ما كاينش منها. انا واش قلت؟ واش بديت هنا؟ درت ان ماتان لا ميشونت سورسيير ديسيدا، شوفوا اللي درت لو باسي سامبل، دونلوفي لا برينسيس. إل ديسوندي دو سون بالي إي أنلوفا
La belle princesse et se sauva. هذه وحده. واش استعملت انا؟ واش هزيت؟ هزيت من هذا لو طابلو، هزيت لا سورسيير لا ميشانت سورسيير، هزيت انلوفا لو فيرب انلوفي صرفته في لو باسي سامبل درت انلوفا، هزيت اماتا هاني هزيتها منا، اماتا هزيتها من هذا لي مول اللي عطاهم لنا هنايا، لي زيكسبريسيون اللي عطاهم لنا هما بعدا، ودرت اون بوتيت سويت دو ليستوار. زدت درت وحده اخرى، ها هي كي درت سودا فجأة، يعني هنا نورمالمون ندير هنايا ماجيسكول، دائما نكتب القصه نكتبوا اي حاجه كي نبداو نبداو بأون ماجيسكول كيما تفهمنا، كي ندير ان بوان نرجع للسطر وندير ماجيسكول، ولا لاش ما رجعتش للسطر ندير ان بوان وندير ماجيسكول. واذا كان اسم عالم يعني اسم بنادم ولا اسم حيوان، مثلا حيوان اسمه بوبي بي بالماجيسكول، اذا كان القط اسمه مينو نبدا الام بالماجيسكول، واسماء البشر كامل كيف كيف كيما قلت لكم بالماجيسكول. مثلا الماركه تاع سياره كيف كيف الاسم الاول تاعها الحرف الاول تاعها ماجيسكول. الوغ نبدا سودا لو جون برينس ديسوندي دو سون تابي فولون، يعني نزل من الزربيه نتاعو الطائره، اي سابروشا دو لا بيل برينسيس اي لا دوموندا او مارياج، طلبها للزواج. لا برينسيس روجي حمرت اي اكسبتا لوفر du jeune prince. Alors, ça va être très soudain, le jeune prince descendit de son tapis volant et s'approcha de la belle princesse et la demanda au mariage. Et la demanda au mariage. La princesse rougit et la princesse et accepta l'offre le jeune prince. Allez, Fanny, suite d'histoire. نزيد نعطيكم وحده اخرى، بغيتو تحفظوا هذا وبغيتو تكتبوا من عندكم، ومن خلال هذا كي تحفظوا تقدروا تكتبوا من عندكم. alors soudain le vieux sorcier surgit d'une colline et sauta sur la petite princesse qui jouait avec son chien. alors soudain le vieux sorcier الساحر الشيخ الساحر الكبير في العمر سورجي ظهر d'une colline يعني كولين جبل صغير اي صوتا نقز قفز سور لا بوتيت برينسيس على الاميره الصغيره كي جوي اللي كانت تلعب جوي افيك سون شين كانت تلعب مع الكلب تاعها. اوكي هنايا عندي وحده اخرى ثاني سودا فجاه لو ميشون لو انترا دون لا فيرم انلوفا ان موتون اي ليترونغلا. الوغ شوفوا سودا لو ميشون لو فجأة الذئب الشرير انترا دون لا فيرم دخل المزرعة الفيرما انلوفا سرق خطف ان موتون سرق خروف اي ليترونغلا وخنقو. اوكي هذو كامل بعض لي زيسي المحاولات اللي بغيتكم نتوما تحفظوها وتحاولوا تكتبوا من هذا الخلال. ما تقلقوش رواحكم ما تكثروش على رواحكم الاخر الهضره فرد حاجه، احفظوا الافعال احفظوا كيفاش حترتبوهم احفظوا احفظوا هذه هي. ما عندك ما حد دير ما تعرفش الفرنسيه احفظ بعض الكلمات احفظ بعض لي سويت احفظ كيما على الاول كنتوا تحفظوا في السيتوياسيون انيسيال ثاني كيف كيف احفظوا لو ديغولمون لي يعرف يتعامل مع الاخر مع اللغه يكتب، اللي ما يعرفش يحفظ حتى يعود يكتب باسكو بالممارسه تعود تكتب. هذه حفظها عاود تكتب وحده تشابه لها، اكتب انت هنا مثلا درت لو فيو سورسيي تقدر دير على سورسيير، مثلا درت انا سورجي دون كولين تادير سورجي دون مونتان، مثلا نقول كان يا صوتا سور لا بوتيت برينسيس اكتب انت صوتا سور لو بوتي برينس ولا صوتا سور لا في ولا صوتا سور لا فيي في ولا صوتا سور لا مامون اي كي جوي افيك سون شي. انا ما درت كي جوي افيك سون شي، مثلا تقدر تقول كي جوي افيك سون شا، تقدر تقول كي جوي او بالون. اوكي
اه خلاص الوغ نتمنى ان شاء الله راح تلقاكم هذا الفيديو تاعي في احسن حال ان شاء الله يا ولادي، وان شاء الله تفهموها وتحاولوا تطبقوا واش راني نقول لكم. واش نقول لكم، حاجه ما تجي بالسهل، اقراو وحاولوا اكتبوا وما تيأسوش. ما تقولش انا من العشر الفرنسيه ما قدرتش نكتب سيتوياسيون انيسيال ولا لو ديرولمون دو ليستواغ. احفظ احفظها عندك، يعطاك بعض الكلمات تكتب. قالك بدا بان بو ماتا، ديجا كي تبدا ان بو ماتا ولا ان ماتا اكديت ديجا نقطه. تكتب تقول ان سورسي، ديجا كديت ثاني فيها ربحت فيها بعض النقاط. ولو في 0.25 كي تقول باغ اكزومبل اريف، تصرفها تقول اريفا كيف كيف. تقول باغ اكزومبل ان ماتا لو ميشون سورسيي اريفا، هاكي صرف حفظوا لو باسي سامبل. تكتب اريفا اسيدي، تكتب اريفا، اريفا وين اريفا، واش نقولوا باغ اكزومبل بغيت تقول اريفا وين بغيت، على لا ميزون تكتب على لا ميزون. بغيت تقول اريفا اوستا، ما نقولش اوستاد، اريفا باغ اكزومبل على فيرم تكتب على فيرم. هذه ديجا كربحت فيها بعض 0.25 في 0.75. كي دير لا ماجيسكول راح تربح فيها 0.25. كي دير لو بوان كيف كيف، كي تستعمل لو باسي سامبل كيف كيف راح تدي فيها بعض النقاط. كي تخلص دير ان بوان كيف كيف، عندك فيها بهاني نزيد ندير انا ان بوان، ها لا ماجيسكول، ها شاك فوا كي تخلص بوان خلاص، ها بوان ماجيسكول جي فيني بوان فينال. اوكي ها خلاص. نتمنى ابنائي الاعزاء ان شاء الله يا رب العالمين تستوعبوا واش راني نقول لكم، وتحاولوا كيما راني نقول لكم. احفظ احفظ هذا وعاود بدل، عاود بدل الكلمه هذه. انا مثلا درت لو ميشون سورسيي، نعاود واش راني نقول، نعاود دير اسيدي لا سورسيير، ديروا لا سورسيير، ديروا لا سورسيير، ها ديروا لا سورسيير. الام لا راكي تقري في ابنك، ولا الاخت تقري خوها، ولا الاب يقري، ها كيف كيف. ها مثلا انا درت ان ماتان، دير اسيدي ان سوار، ان سوار، ها دير ان سوار لا سورسيير. اوكي انا درت ديسيدا دون لوفي اون ليف اون لوفا، ها نديرها ان سوار لا سورسيير اون لوفا، ها اون لوفا اون لوفا لو برانس. تقدر تقول اون لوفا اون بوتيت في، تقدر تقول اون لوفا لا برينسيس، تقدر تقول اون لوفا لو روا. اوكي وتقدروا من خلال هذا تعاودوا تبدلوا، تلعبوا بالكلمات. اوكي تلعب بالكلمات، تلعب بليزاكسيون، تلعبوا باللي بيرسوناج. اوكي وتلعبوا بالافعال فقط. تكون عندكم الاراده، الاراده فقط، الاراده راح توصلوا. في الختام ابنائي اخواني اخواتي، ان شاء الله يا رب العالمين نكون فدتكم يا رب العالمين. لا تنسونا من دعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في امان الله.